الأمريكية جاءت لتبرهن لنا على أن منطقة التبين ليست مهملة كما يظن البعض، بل هي عامل أساسي في شبابها وفي رجالها وفي علمائها وفي شيوخها وفي كل من أبناء التبين الذين يعيشون على أرضها. ونحن نقول بإذن الله دائما وأبدا نحن مع المؤتمر، مع المؤتمر في تصحيح المسار، مع المؤتمر في الوقوف صفا واحدا. فمعنى كلمة مؤتمر أي اجتماع يجتمع فيه الكل على مصلحة واحدة، ونحن نجتمع من أجل مصلحة مصر، وهي الأم، الهدف أن نصل بها إلى أسمى الأوطان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والجيش المصري العظيم بيخلص عليهم في سيناء، عايزين يعملوا عملية نوعية في أكثر الأماكن جاذبية على مستوى العالم، هو معبد الكرنك لأنه منظور من كل أنحاء العالم. عايزين يعملوا عملية ولو عملية بسيطة علشان يهددوا مصادرنا، بيوقعوا في البلد، هم عايزين يوقعوا في البلد. لكن احنا وجيشنا العظيم وشرطتنا هنكون ظهر ليهم وهنكون سند ليهم، ولن تقع مصر أبدا في المستنقع اللي هم بيخططوا ليه أبدا. والسيد الرئيس، رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خلال سنة قادر يثبت للعالم كله ان مصر قدها ودود، وهتبقى قد الدنيا زي ما هو قال. مصر قدهم، ومصر هتقف بالمرصاد لكل المخططات العالمية اللي بيسندوها هنا المرتزقين. علشان نحافظ على مصر يجب ان نساند القوى السياسية، يجب ان نساند القرار السياسي. وعلى ما اظن ان في خلال العام اللي فات حصل انجازات عظيمة جدا، طبعا تعدادها هياخد وقت طويل، ولكن بقول ان احنا هنحتفل سوا بعد شهرين بافتتاح الفرع الجديد لقناة السويس. واظن ان هذا العمل العظيم بيثبت ان القيادة السياسية تستطيع ان تعمل مشاريع قومية عظيمة نلتف حواليها كلنا عشان نرجع انتمائنا وحبنا تاني لمصر. والسلام عليكم. والجيش المصري العظيم بيخلص عليهم في سيناء، عايزين يعملوا عملية نوعية في أكثر الأماكن جاذبية على مستوى العالم، هو معبد الكرنك لأنه منظور من كل أنحاء العالم. عايزين يعملوا عملية ولو عملية بسيطة علشان يهددوا مصادرنا، بيوقعوا في البلد، هم عايزين يوقعوا في البلد. لكن احنا وجيشنا العظيم وشرطتنا هنكون ظهر ليهم وهنكون سند ليهم، ولن تقع مصر ابدا في المستنقع اللي هم بيخططوا ليه ابدا. والسيد الرئيس، رئيس الجمهوريه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خلال سنه قادر يثبت للعالم كله ان مصر قدها ودود، وهتبقى قد الدنيا زي ما هو قال. مصر قدهم، ومصر هتقف بالمرصاد لكل المخططات العالميه اللي بيسندوها هنا المرتزقين. علشان نحافظ على مصر يجب ان نساند القوى السياسيه، يجب ان نساند القرار السياسي. وعلى ما اظن ان في خلال العام اللي فات حصل انجازات عظيمه جدا، طبعا تعدادها هياخد وقت طويل، ولكن بقول ان احنا هنحتفل سوا بعد شهرين بافتتاح الفرع الجديد لقناة السويس. واظن ان هذا العمل العظيم بيثبت ان القيادة السياسية تستطيع ان تعمل مشاريع قومية عظيمة نلتف حواليها كلنا عشان نرجع انتمائنا وحبنا تاني لمصر. والسلام عليكم.